بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعدتك بالظبط من أسبوع، قلت لك في مفاجأة أنا أعملها لك. الناس كتيرة وقلت لي هتوقع معايا المفاجأة ديت، هتبقى دور الفلاج بتاعته مجانا ومحدش توقع الإجابة الصح إيه. هي دي المفاجأة اللي أنا كنت بقول عليها. معانا النهاردة هي شكارة سامي عايد، ده عبارة عن علف سامي عايد، وهنجرب العلف ده ونشوف نتائجه على الكتاكيت بتاعتنا إيه، معدلات التحويل عاملة إيه، الأخبار، معدلات النافع في النص اللي هنستعمل عليه علف سامي عايد، اما النص الثاني هنستعمل عليه علف الصيني. هنشوف الفرق بين هنا وبين هنا، العلف الثاني معايا هو العلف الصيني او علف نيوب، ناس كتير عارفاه وناس كتير عارفه سامي عايد. هنعرف بقى الفرق بين دول، ومش بس كده، دي المفاجاه كمان ان انا مش مجرد احط علف هنا سامي عايد والناحيه الثانيه احط علف الصيني، يعني النص ده كده هيبقى سامي عايد، اما النص الثاني هيبقى العلف الصيني. مش بس كده، لا ده انا كمان جايب لك ميزان اهو، الميزان بتاعي اهو مصفر زي ما انت شايف كده، هوزن الشكاره دي وهوزن الشكاره دي، اشوف هل هي فعلا الوزن الصافي 50 كيلو ولا لا. نجيب علف سامي عايد اهو مع بعض ونحطه على الشكاره اهو ونشوف ميزانه قد ايه. هات كده الميزان، طبعا هي 50 كيلو الا 50 كيلو الا ربع كيلو او اكتر كمان. طيب شيل بقى سامي عايد كده من على الميزان، الميزان بتاعي مصفر عشان ما نقعدش لاعبين فيه. هات بقى العلف الصيني، حط العلف الصيني على الميزان، ها تقريبا نفس الوزن نفس الميزان ونفس الكميه، يبقى كده هما الاثنين الوزن الصافي بتاعهم مش 50 كيلو زي ما هما قايلين. دي اول ملحوظه. الملحوظه الثانيه، خدت عينه علف من الشكاره ديت وخدت عينه علف من الشكاره ديت، وبعتنا عينتين يتحللوا، هنعمل تحليل لده وتحليل لده، نشوف السموم الفطريه في مين اقل مين اعلى ونشوف الفرق. يبقى انا بعمل لك اختبار على ارض الواقع. انا عندي روح التحكم هناك، ايه صور روح التحكم، عندي روح التحكم اهي، التدفئة شغالة عليها، كنت جايب هيتر بس حصل ظرف كده وضرب وما عرفش يجي النهارده، فقلت اعمل شوية نور بصة كده تدفي معايا المكان. يبقى انا شغال بروح التحكم، شغال بشفطات وخلايا تبريد، شغال بطاريات اللي كل الناس بتشكر فيها وتقول بتدي اوزان ممتازة جدا، شغال طبعا بكتكوت نظيف زي ما انتم شايفين كده، حاجة محترمة، وزن 42 جرام، ده وزن وسع عمر يوم. هنشوف بقى النتائج، العلف ده ولا العلف ده؟ هي دي المفاجأة اللي كنت عاملها لك، سلسلة اختبار للإعلاف. هنطلع الدورة ديت، هنجيب طعون علف تانيين، وأقول لك الفرق بين ده وده، وإيه الأحسن، وإيه الفرق بينه وبين القديم اللي جربناه قبل كده، بحيث نوصل بعد 3-4 شهور نكون جربنا تقريبا أغلب الإعلاف الموجودة في مصر. واللي عنده اي اقتراح يكتبوا لي في الكومنت، يقول لك محمد جرب العلف الفلاني، بحيث توتال في النهايه حبيب قلبي، اللي بيسمعني برب 100,000 2000 10,000 50,000 محطه كبيره، يبقى بيعرف العلف نتائجه ايه، اخباره ايه، شغله على ارض الواقع عامل ايه. يبقى كل الناس هتستفاد باذن الله من السلسله ديت، وده غرض حاولت اعمل، يعني عايز اقول لك حاجه جديده وشغل جديد في مجال الدواجن وبره الصندوق زي ما بقول، بحيث نفيد كل الناس، كل اللي بيسمع النهارده ست البيت عشان تروح تشتري تقول مثلا عايز علف الفلاني تجرب وتشوف الدنيا فيها ايه. احنا طبعا في عز الحر وعمال نجيب ميه اهو نصور فيديو عشان خاطر درجه الحراره دي كتاكيت الصغننين والحلوين دول ونشوف دنيتهم فيها ايه. عرفت كده السلسله شغاله معايا بناء عليه؟ انا كده اول حاجه قارنت بيها الميزان طلعوا تقريبا زي بعض، تاني حاجه قارنت بيها ان انا خدت عينه علف من هنا ومن هنا وبعتهم يتحللوا، تالت حاجه هنقارنها حبيت العلف. بص كده هات ايدي ديت فيها علف سامي عايد، بص كده العلف سامي عايد حبيته ناعمه شويه وماسكه حلها. تعالى كده بص بقى العلف الصيني حبيته ناعمه برده اخشن شويه من سامي عايد، اخشن شويه بس في ملحوظه، هنا في بودره كتير شويه، يعني الناعم قوي كتير حبه عن هنا. بص هنا مع انه انعم بس بص ما فيش ناعم قوي، بص لكن هنا في بودره كتير، فده طبعا بيعمل معاك بودره في العلفات من تحت هنا وبترميها، بيعمل معاك بودره في العلفات من تحت وبترميها، فحبيت العلف والدايمتر بتاعها سامي عايد كده افضل من العلف الصيني في النقطه دي. ايه طيب الحال ايه هنفرق بينه تاني؟ يعني شكل الشكاره من بره، انا مش ليش دعوه بالشكل العام، انا دعوه بخامه الشكاره بحيث منفسه شويه مش بلاستيك، وده طبعا هما الاثنين زي بعض، فدي كده ايه؟ واحد. باقي معانا بقى وده اللي هنفاجئكم بيه باخر الدوره، هنقول لكم مين افضل شغل على ارض الواقع، هوزن لك وزن في نص الدوره، ونوزن قبل ما نبيع، ونقول مين جايب نتائج عن مين. خلصنا بقى كده، عديني بقى كده من هنا، خلصنا كده من سلسله العلف دي كده حبايب قلبي، نخش بقى على الاستقبال بتاعي. واحد يسالني دكتور هي الكتاكيت ليه نايمه كده عندك؟
الكتكوت نايمة على وشها، ده سببه ايه؟ ده عشان حاجتين، رقم واحد الكتكوت ده جاي من مشوار بعيد ولسه نازل، مفيش المغرب خلاص مقدم اهو، جاي في اذان المغرب، لانه جاي من مشوار بعيد، ده رقم واحد. رقم اثنين حاجة اسمها ان الكتكوت فسيولوجيا والطبيعي بتاعه بينام 12 ساعة، زي البني ادم، النوم الصح بتاعك 8 ساعات، كذلك الكتكوت من عمر يوم لحد اليوم السابع او لحد اليوم السادس بينام 12 ساعة في اليوم، يعني كل ما تخش على الكتكوت بتاعتك هتلاقيها نايمة كده، هتيجي تمسك فرخ من النوم هتلاقي أكل، يبقى كويس، واحد يقول له دكتور ده أنت مش حاطط العلافات الحمراء دي، ليه مش حاططها؟ أنا دايما متعود لما بجيب الكتاكيت بجوعها ساعتين ثلاثة بعد ما بيجوا، ليه؟ أنا عاوز يشرب مية، وأنا حطيت له إيه في المية؟ النهاردة حطيت له حاجة اسمها أملاح معالج جفاف، قلت لك دفي منها نوعين، في نوع بيطري ونوع بشري، اللي مش موجود استعمله، الدورة اللي فاتت اشتغلنا من نوع البيطري، الدورات اشتغلت من نوع البشري. عشان اعرفك ان انا ده شغال وده شغال، المتاع عندك شغال، هتفتح العلبه زي كده بس احنا حطينا ميه، باقي فيها تقريبا كيسين اهو، الكيس من ده على لتر ميه، كيس على لتر ميه، اول ما الكتاكيت تيجي وتسيبه قدامهم 12 ساعه، يبقى كده عرفت هستقبل الفراخ على ايه؟ ده بيعمل ايه؟ الكتكوت ده جاي من مشوار بعيد، انا اهو بصور فيديو في عز الحر، جيت عرق وعطشت، فعاوز اشرب، عاوز عصاير، عشان اعوض الميه اللي انا فقدتها، كذلك الامر الكتكوت ده جاي مفرهد، واحنا في صيف مش في شتاء. استقبال الشتاء غير الصيف، فبالتالي هتلاقيه نايم كده، ده من استغلال بشري وبعوض الكتكوت على العناصر اللي هو فقدها، يبقى خلصنا كده من اول 12 ساعة، حلو؟ ال 12 ساعة اللي بعد دول هعمل فيهم إيه؟ تعالى كده معايا، وريتهولك في فيديو قبل كده، قلت لك ده حاجة اسمها بروبيوتيك، ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن بروبيوتيك أهو، بيشتغل إزاي؟ كله عبارة عن بكتيريات نافعة وخماير تنشط مع الوزن، بشتغل كده لمدة أول 48 ساعة. 12 ساعة محلول و12 ساعة بروبيوتيك أول يومين علشان خاطر أنشط الجهاز الهضمي بتاع الفرخ وأفتح الفرخ معاه من هو صغير. عرفت أنا بستقبل إزاي؟ عرفت ليه ممكن تلاقي كتاكيت نايمة؟ ما تستغربش، في نقطة عاوز أوضحها لك بقى تاني. صور كده شكل كتاكيت، تعالى كده صور بشكل كتاكيت. بص شكل الكتاكيت ده عامل إزاي؟ أنا من غير ما أهش كتاكيت ولا أعمل كده ولا اعمل اي حاجه، بص الكتاكيت منتشره في المكان، متوزعين في المكان زي ما انت شايف، هل هم كلهم، تعال بس كده نفتح، هل الكتاكيت كلهم مثلا لمين على بعض الشبكه كده تحت اللمبه، بص ايدي عامله ازاي، بص لما تجمع كده كده، هل الكتاكيت بتاعتي لما كده ويحضنين بعض كده تحت اللمبه، لو نايمين بالشكل ده يبقى درجه الحراره عندك قليله، ده في المكان اكتر، لكن هم بسم الله ما شاء الله منتشرين في المكان، يبقى كده ده دليل ان التهويه ونسب الاكسجين درجة الحرارة عندي مظبوطة، أنا جبت مية، أنا بسيح، أنا عاوز آخد محلول معالج جفاف، خلي بالك مش كده. طب حب قلبي يبقى كده عرفت أنا أستقبل عليه وشكل التكوين الطبيعي إيه والدنيا ماشية إزاي وعرفت المفاجأة اللي أنا عاملها لك، تابعني بقى عشان أقول لك نتيجة التحليل بتاع ده ونتيجة التحليل بتاع ده ونشوف إيه الفرق ما بينهم ونشوف أنه أفضل، يمكن الاتنين يبقوا كويسين، هقول لك لو موجود ده في منطقتك هاته، مش موجود ده هاته، يمكن واحد فيهم يبقى أحسن من التاني، الله أعلم، ده اللي هنكتشفه إن شاء الله في الشغل اللي جاي. حبيبي قلبي اول يوم ما بحطش خلطات في العلب، انا بعض الاحيان بجيب حبه بركه وحلب حصى شويه حاجات برشها على كده للفراخ، ما بستعملش الكلام ده اول يوم، اول يوم انا عايز اريح الفراخ خالص، عاوزه يشرب وياكل شويه صغيرين وينام بحيث يرتاح، تاني يوم يبدا يفوق معايا والكسر والخمول اللي شايفينه ده مش هتلاقيه موجود. في نقطة عايز اوضحها لك، سواء انت بتربي في الارض او في المطرية دايما كل ما تخش على الفراخ تعمل ليه بخبط كده؟ بصح الفرخ لما خبطته كده هيروح يشرب، هحط له العلافه ديت هياكل، يبقى كده اشتغل معايا، نشطته مش هسيبه كسول، وانا على قد ما اقدر في اول اسبوع افضل الف في عمره زي الدبور كده، ليه؟ علشان خاطر ما يبقاش عندي كتكوت صغير وكتكوت كبير، عاوز كله يبقى قد بعضه، فعلى قد ما اقدر احرك الفراخ بتاعتي. عرفت كده المستقبل الفراخ ازاي؟ الموضوع اختراع بالله عليك، الموضوع اسهل وابسط ما يكون، كل الفكره ان احنا بس سحنا في العالم بتاعنا عشان نوصل لك معلومه كويسه، واللي بيصور طبعا مش عايز اقول لكم شكله عامل ازاي دلوقتي. حبيبي قلبي كل اللي محتاجه منك انك تصلي على النبي، دي اهم حاجه، واعرفك بنفسي بقى، نسيت اعرفك بنفسي، انا محمد رضا طبيب بيطري، غرض الارتقاء بتمرين ده واجب، واعلمك التربيه الصح من البدايه للنهايه. اخر حاجه معايا في فيديو النهارده، عامل لك حاجه اسمها عرض المتابعه، عرض المتابعه ده انا بتابع فيه دوره الكتاكيت بتاعتك من عمر يوم لحد البيع، بكلمك في الفون، بكلمك على الواتس، بقول لك اليومين الجايين اعمل كذا، اليومين اللي بعدهم اعمل كذا، حط كذا في العلب، صور لي فيها الفيديو، لا المكان ضيق، وسع المكان، فراخ سعانه، التهويه مش احسن حاجه، بتصور لي السمن، البراز بتاع الفرخ كده طبيعي ولا لا؟ تعالى كده في نقطه بقى كويس بالصدفه والله، تعالى كده بص، ناس تقول لك الكتكوت لسه جاي عمر يوم البراز بتاعه بالشكل ده ويطلع يجيب ادويه ويحقن ويعك الدنيا، ده غلط، الطبيعي بتاع الفرخ بتاع الكتكوت بتاعي انه ينزل براز زي ده
اول 24 ل 48 ساعه. ده الطبيعي يا جماعه، لسه الفرخ ما كانش علف واتبرز كده، ده بسبب كيس المحل اللي جواه منه، فده براس طبيعي في اول يومين. فوق كده مش طبيعي، وصلت معاك؟ عشان الناس ما تفكرش بقى في الاعمار الكبيره، البراز ده مشكله كبيره، ده اول يومين من عمر الكتيف عادي شغال. طيب عرض متابعه بقى، اللي لو انت حابب تشترك معايا في عرض متابعه هتبعت رساله على رقم الواتساب اللي ظهرت قدامك على الشاشه، قول لي يا دكتور محمد انا عايز اشترك معاك في عرض متابعه وعندي 100 200 1000 5000 ايا كان العدد اللي عندك، سواء ده جوه مصر او بره مصر. بعد رساله على رقم الواتساب وباذن الله مش هنقصر معاك. واهم حاجه لو بتسمعني لحد اللحظه ديت، عايزك تنزل في الكومنتات تصلي على سيدنا النبي واللايك جميل وتتابعني عشان تسمع وتتابع معايا سلسله الالاف. لاول مره على مواقع التواصل حد يعملها بسلسله زي كده، فحبيت ان احنا نطلع بره الصندوق بفكره جديده ونفيد كل الناس اللي بتسمعنا. حبيب قلبي ما تنساش تصلي على حبيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.